السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع كوبايلوت ده موقع تبع مايكروسوفت، العلامة بتاعتهم أو الشعار بتاعهم موجود هنا، مديك إمكانيات قوية زي شات جي بي تي. لو أنت بتشتغل بشات جي بي تي فالأفضل لو أنت شغال بالنسخة المجانية إن أنت تيجي هنا، هتلاقي الشغل أفضل لأن يعني هو معتمد على شات جي بي تي، لكن حاطط بعض الخوارزميات اللي تسهل عليك الشغل. هنا مثلا بيقول لك كومبير، ممكن تقارن بين حاجتين ويبدأ يقول لك المزايا والعيوب في كل واحدة فيهم، اللي ممكن تخليه يكتب. ممكن تعمل مع شات وبتختار بقى مور كرييتيف ولا عايز حاجة بالانس ولا عايز حاجة مطابقة للكتاب، يعني زي ما بيقول الكتاب. ممكن تعمل اورجنايز للشغل بتاعك، ممكن تعمل كرييت لحاجة معينة. طيب ممكن تتكلم معاه بالصوت لو انت عايز، ممكن تديله صورة معينة. طيب هنا ممكن الصوت وهنا الصورة. طيب خلينا نقول له مثلا أريد هواية فيها حركة ومتعة ولعب مع الأطفال، خلينا نشوف هيقول لنا ايه. بيعمل سيرش، تمام. فالميزه ان هو مفتوح على الاونلاين، فلو في اي حاجه حديثه يجيب لك عليه. بيجيب لك بقى العاب حركه، لعبه الكره والكاس، فكره كويسه. هنجيب حله كده من عندنا من المطبخ ونحطها. لعبه الرقص والغناء، لعبه الطفل الضايع والشرطي، ماشي نجرب. تمام. طبعا تقدر تعمل نسخ لو الاجابه عجبتك، لايك او ديسلايك زي ما انت عايز. تقدر تعمل اكسبورت الاجابه كهيئه وورد او بي دي اف او تكست. تمام. فهو شات جي بي تي بس يعني ايه، يعني حاطين عليه شويه بهارات كده، فاتمنى يعجبك. ممكن نقول له مثلا ترافل، هو يبدأ يجيب لنا الإجابة. طبعا هو يدارك بالإنجليزي، نكسب إنجليزي، لكن ممكن تقول له طب جاوب عليه بالعربي، هو جاوب بالعربي أوتوماتيك. ممكن لما الإجابة تخلص تقول له أنا عايزها بالفرنساوي والإيطالي وكله، يبدأ إن هو يترجمها لك.